مساء الخير يا مستر. مساء النور يا أبو عابد، أمسي عليك بالخير وعلى الضيوف الكرام وعلى السادة المشاهدين. وجهك مو بعجبني يا أبو عابد اليوم. يعني تعرف تقلبات الجوية والبراد وهالأمور ما تشوف شر، شد حيلك. الله يعطيك العافية. موسم النهاية يا أبو عابد، هذه مشكلة اللي فضلك قبل الهوى. لا خلاص بيني وبينك. أنت تقول بس أني شفت وجهك كذا قلت خلني أقول يمكن في شيء ثاني. والله ما شفت، أنا قايل لك قايل لك شوي حلقي أبو عابد. قلت يمكنك على الهوى غير، تحت الهوى ما تعلمني، بس قلت يمكن تفضفض المشاهدين. طيب عموما لا تكون بعيد، ها، علشان لو بغينا. يلا حبيبي تامر أمري يا أبو عابد. يعطيك العافية ودي. نروح لخبرنا الأول اللي يقول: الرابطة تنشغل بالأهلي والفيفا يهنئهم. عقد الاثنين اجتماع موسع ضم رابطة الدوري المحترفين مع الشركة المنفذة لحفل تتويج نادي الأهلي بطل لدوري جميل، وذلك بحضور ممثلين عن شركة عبد اللطيف جميل ونادي الأهلي وشركة صلة وإدارة ملعب الجوهرة والقناة الناقلة. وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النادي الأهلي بواسطة فوزه بلقب الدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، يستاهلون وألف مبروك. البيت الخبرنا الثاني يقول: البيت الأصفر يشهد حراك كبير. جدد اللاعب إبراهيم غالب لاعب النصر طبعا شكواه المقدمة لدى غرفة فض المنازعات المطالبة مستحقات المالية المتأخرة واللي توصل ل 14 مليون. تسعى إدارة النادي لإنهاء كافة المتعثرات المالية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل، فيما تتجه إدارة النصر لإعلان التعاقد مع المدرب البرتغالي غوميز بعد نهاية كأس الملك. روح لخبرنا الثالث واللي يقول: الجميع يبحث عن غروس. رفض البلجيكي غروس الحديث عن العروض المتداولة إعلاميا والتي تتحدث عن أندية خليجية تطلب وده. غروس ربط صمته بالمرحلة المهمة التي يمر بها فريقه الأهلي المقبل على نهائي كأس أو على نهائي مهم في الفترة القادمة. المتتبع لتصريحات غروس مع بداية الموسم يتذكر تصريح المدرب السابق واللي قال فيه أن الموسم الجاري هو الأخير له في جدة. روح لخبرنا الأخير عشان ما نطول على عبد الله. يقول الخبر: شكلام يربك حسابات نجران المالية. أصدرت لجنة فض المنازعات قراراً يلزم نادي نجران بدفع 3 ملايين للاعب الجزائري فريد شكلام، كذلك دفع أتعاب المحاماة المقدرة ب50,000 ريال نظير تمثيل اللاعب للنادي لمدة 3 مواسم، والقرار الصادر قابل للاستئناف خلال 48 ساعة من صدوره. اليوم وأمس يا عبد الله ما في إلا فلوس، هات بس ادفع. ذا يشتكي وذا يبي دراهم، ومن هنا ومن هنا، والعالم معلن الديون والله، والعالم فلسه في النوادي والله يعينهم. يا جماعة فلوس ما عندنا، ما في فلوس، ما في ما في والله، الله يعينهم والله. تبون كلمة حلوة، تبون نسولف مع بعض، خذ راحتكم، غيره ما عندنا. الله يعين الأندية وموفق يا أبو عابد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. شكرا لك. العفو. لا تصير بعيد، ها. لا قريب. تمر أمرك. يلا.